قلنا نشوف ايه هي افضل مباراة للاهلي في تاريخ القمة. طرحنا السؤال على الجماهير عشان نشوف الناس على السوشيال ميديا شايفة ايه الموضوع وناخد اراء الناس. وهنبدأ من عند ابو صلاح اللي قال 6-1 بيبو بشير بيبو الجول. احمد ثابت قال مباراة 6-1 للاهلي والامتع هي مباراة الكاس 4-3. طارق عطية قال 6-1 طبعا. شكونه نيمار كتب 4-3 كأس السوبر للأهلي. أحمد إبراهيم قال 2-0 وسط 3 طبعا الجون بتاع مليك إيفونا. عبدو قال 6-1 كانت مباراة مجنونة لا تنسى. وليد كتب السوبر اللي اتلعب في الإمارات 3-2 للأهلي. أما محمود فقال نهائي كأس مصر 4-3 للأهلي. أحمد شعبان قال مباراة السوبر التي انتهت بفوز الأهلي 3-2. أما محمد عبد الحميد فكتب الأهلي والزمالك 6-1. ده كان رأي الجماهير في أهم وأفضل مباريات لعبها الأهلي في القمة.